والدنيا برد لدرجة ان الواحد قرب يسيح، يعني درجة الحرارة مش طبيعية، يعني ربنا يكون في عونهم. انا مش عارفة هما مكملين كده معانا ازاي. انا واحدة من العاشقين اسوان، يعني انا بحب اسوان مش عشان انا صعيدية بس، علشان انا بشوف البلد دي. اكيد الفراعنة لما جم اختاروها اختاروا حتة فيها طاقة ايجابية، يعني هنا ممكن تعيش طول الوقت نشيط، عايز تعمل حاجات. نادرا ما تلاقي بلد كده، يعني انا بحبها قوي. بص هم الصعايدة جدعان، انت بقى عارف. لا طبعا لما تأجل المهرجان وبسبب الكورونا وبسبب الظروف وكده، ده يمكن يكون شجعني اكتر ان انا اجي، لاني حابه ده مهرجان دولي لازم يتعمل، والا يعني ما ينفعش، لازم يتعمل. ف وده مهرجان يخص المرأة وانا مرأة. فكنت حابه اشارك فيه بالحضور علشان نقول ان المهرجان موجود وان احنا موجودين وان احنا ورا سينما المرأة، وان شاء الله المهرجان هيبقى كل سنة عن سنة احسن.